دورة تدريبية بمركز إعلام سوهاج للزميلة نجوى سيف النصر. في ختام الدورة التدريبية التي أقامها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات فرع سوهاج، تناولت كافة ما يتصل بإجراءات وقواعد التصرف في التحقيق التأديبي والتي شملت القيم والتقاليد القضائية وشرح مدونة السلوك القضائي وقواعد الاختصاص الولائي وإجراءات التحقيق الشكلية والموضوعية وصور التصرف في التحقيق وأهم الإشكاليات العملية في القضايا. الدورات التدريبية دي اتجاه الدولة المستمر للتدريب المستمر لصقل المهارات لدى الأعضاء، وحاططهم بآخر المستجدات في نظام العمل، في التطورات القانونية، في إرساء المبادئ، في المشاكل والإشكاليات التي يتعرض لها عضو النيابة أثناء مباشرة عمله. فالدورات التدريبية دي بتنقل خبرات قيادات الهيئة ورئاساتها والخبراء في إدارة التدريب على أساس أنه هو يوم ما يتعرض لمشكلة معينة أو يتعرض لإشكالية في التحقيق يجد عنده خلفية تم الحصول عليها عن طريق هذه الدورات وتم صقل مهاراته، فهي عائد، هيبقى عائد كويس جدا. وإحنا مستهدفين في هذه الدورات شريحة اللي هي من معاون نيابة حتى وكيل ممتازة، لأن الشريحة دي لو استمرار التدريب بالنسبة لها هيصقل المهارات بتاعتها وهيدينا في الآخر منتج قانوني راقي يتماشى مع تطورات أو يتماشى مع التطور الذي تبتغيه الدولة في هذا. أنا شايفة طبعا أن الدورات دي مهمة جدا، وخصوصا أن هي جت بعد استلام العمل عشان نبقى مدركين لكل الإشكاليات أو أي حاجة فيها قصور او حاجه، يعني بتدربنا على التحقيق ازاي والاشكاليات المفروض نعملها. وهي بصراحه برضو ميزتها انها اول مره تقام في سوهاج، ودي طبعا بتخلي يعني الدنيا قريبه برضو، وانا بتمنى انها تتكرر تاني. وميزتها برضو انها مش اكاديميه بحته، لا يعني فيها الجانب العملي والتدريبي، وبتتيح لنا ان احنا نناقش وفي اي حاجه محتاجين نستفهم منها. كانوا بصراحه بنلاقي الساده المستشارين المحاضرين متفاهمين معانا وبيدونا امثله واقعيه ومن واقع القضايا اللي مرت عليهم، فبينقلوا لينا خبراتهم ونقدر نستفيد بيها في جانب التحقيق ان شاء الله. يعني تم ختام الدورة التدريبية الاولى على مستوى جنوب الصعيد للسادة مستشاري النيابة الإدارية بعنوان التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.